لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤياه التي أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك، مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم. عن ابن عباس: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال: هو دخول محمد صلى الله عليه وسلم البيت والمؤمنون محلقين رؤوسهم ومقصرين. عن مجاهد في قوله: الرؤيا بالحق، أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين، فقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك قال عمر: أنت كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: هل حدثتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. عن قتادة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت وأصحابه، فصدق الله رؤياه، فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، حتى بلغ لا تخافوا. قال ابن زيد: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، إلى آخر الآية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون بذلك، فقالوا طعن المنافقون في ذلك فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فقرأ: ومقصرين لا تخافون، إني لم أره يدخلها هذا العام ولا يكونن ذلك. قال ابن إسحاق: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى قوله إن شاء الله آمنين، لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أريها أنه سيدخل مكة آمنا لا يخاف، يقول محلقين ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، يقول تعالى ذكره: فعلم الله جل ثناؤه ما لم تعلموا، وذلك علمه تعالى ذكره بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين الذين لم يعلمهم المؤمنون ولو دخلوها في ذلك العام لوطؤوهم بالخيل والرجال، فأصابتهم منهم معرة بغير علم، فردهم الله عن مكة من أجل ذلك. فعلم ما لم تعلموا، قال ابن زيد، رده لمكان من بين أظهرهم من المؤمنين والمؤمنات، وأخره ليدخل الله في رحمته من يشاء، من يريد أن يهديه، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا،
اختلف أهل التأويل في الفتح القريب. قال بعضهم هو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش عن مجاهد، من دون ذلك فتحا قريبا. قال النحر بالحديبية ورجعوا فافتتحوا خيبر، ثم اعتبر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة القابلة. مصداق ذلك أن الله قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال النبي عمر للنبي عليه الصلاة والسلام أفتح هو؟ قال لا. عن الزهري فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني صلح الحديبية، وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكن أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، فلقد دخل في تينيك السنتين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، بل أضعاف من كانوا دخلوا عبر 20 سنة. عن ابن إسحاق فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال صلح الحديبية. قال آخرون أني بالفتح القريب في هذا الموضع فتح خيبر. عن ابن زيد فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال خيبر حين رجعوا من الحديبية فتحها الله عليهم، فقسمها على أهل الحديبية كلهم إلا رجلا واحدا من الأنصار يقال له أبو دجانة سماك ابن خرشة ابن خرشة، وكان قد شهد الحديبية وغاب عن خيبر. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه من أهل بيعة الرضوان فتحا قريبا من دخولهم المسجد الحرام ودون تصديقه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل تصديقه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلح الحديبية وفتح خيبر دون ذلك، فجعل من دون ذلك يعني قبل ذلك فتحا قريبا. ولم يخصص الله تعالى ذكره خبره ذلك عن فتح من ذلك دون فتح، بل عم ذلك، وذلك كله فتح جعله الله من دون ذلك، والصواب أن يعمه كما عمه، فيقال جعل الله من دون تصديق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله وأصحابه المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون المشركين جعل من دون ذلك صلح الحديبية وفتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني تعالى ذكره بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق وهو الإسلام، الذي أرسله داعيا خلقه إليه ليظهره على الدين كله ليبطل به الملل كلها حتى لا يكون دين سواه، وذلك كان كذلك أو كائن كذلك الله أعلم، وذلك كان كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم، والظاهر وذلك كائن كذلك حين ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويظهر الإسلام على الأديان كلها، وكفى بالله شهيدا يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم
أشهدك يا محمد ربك على نفسه أنه سيظهر الدين الذي بعثك به، وكفى بالله شهيدا، يقول حسبك به شاهدا. عن الحسن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، يقول أشهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله. وهذا إعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان، وسليهم بذلك عما ناله من الكآبة والحزن بانصرافهم عن مكة قبل دخولهم قبل دخولهمها وقبل طوافهم بالبيت. قل كل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.